السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. النهاردة هنتكلم عن سر جمال المرأة. مش هدخل طبعا في موضوع الحلقة كالعادة، هخلي الأستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة آية. صباح الخير، صباح الفل على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. زي ما عودناكم كل حلقة بنجيب ضيف بنستفيد من خبرته وبناخد سر من أسرار المهنة بتاعته. النهاردة الحلقة بتاعتنا بتتكلم زي ما انتم شايفين حضراتكم، بتتكلم عن الإكسسوارات. لا غنى عنها في اي بيت دلوقتي، في اي بيت لازم يوجد فيه اكسسوارات، وكل مناسبه ولها الاكسسوار المناسب ليها. طبعا الحلقه النهارده هتخص 80% من السيدات والبنانيت بتاعنا. طبعا مش هقدر اتكلم عن الاكسسوارات، هجيب الكلام واخلي الكلام مع خبيره الاكسسوارات استاذه اميره الامبالي. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه اميره، نورت البرنامج. ازيك يا استاذه هند؟ ازيك يا استاذه اميره؟ قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين بس تعرفي نفسك للساده المشاهدين وعمل حضرتك ايه. اميره الامبابي، عندي بيج اكسسوارات، فاتحه في على الفيس بقالي 3 سنين. حضرتك بتعملي الشغل الجميل ده بايديكي ولا بتجيبيه من بره؟ بصي، في جزء بنعمله سبيشال اوردر بيبقى لينا احنا، تمام، وبقيه الحاجات بتبقى بنستوردها من كلها. يعني مش كله عمل ايد حضرتك برضه؟ لا مش كله، في حاجات بتبقى احنا بنجيب الخامات والماتيريال كله بيبقى واحنا اللي بنجمعها. بس ذوقك بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يخليكي. يعني صراحه احنا ما كناش نعرف الشغل الرائع ده الا ما حضرتك حطيتي الحاجه ونظمتيها. ربنا يخليكي. بس طبعا استاذه اميره، حضرتك انت شغاله بقالك فتره في المجال ده، بس جات لك الفكره ازاي ان انت تشتغلي في المجال ده وبالذات الموضوع ده؟ يعني الموضوع ده عايز بقى ناس ايه يعني دقيقه جدا وتفهم في الاكسسوارات كويس جدا، فجات لك الفكره ازاي؟ كل حاجه لما بتبدا بحب بتبقى حلوه. تمام. انا اصلا بحب الاكسسوارات جدا ليا انا شخصيا. تمام. فبدات الموضوع بدا معايا في حب بحبها، فبدات يعني ادور على الماتيريال الاحسن. طبعا كاي ست بتدور ان لما بتدفع فلوس تحب الحاجات تعيش عمر اطول. تمام. تدفع في حاجه مستقبليه يعني تقعد معاها على الاقل فتره. بالتالي بقيت اسال على الماتيريال، بقيت اسال ده ايه وده ايه، لحد ما فهمته، لحد ما اتعلمتها خلاص وعرفت ايه الكويس وايه الحجر ده وايه الماتيريال دي نفسها. لحد ما الموضوع عرفته الحمد لله. طب استاذه اميره، الحاجه دي بتحتاج دراسه ولا هوايه؟ هي انا معايا بدات هوايه لحد ما اكيد هوايه. اصل في الاكسسوارات بالاخص ما فيش حاجه اسمها دراسه في الاكسسوارات، لكن بعد كده مع الهوايه، انا بعد شغل حضرتك برضو على الشاشه بتعيد على الشاشه. بعد كده مع الهوايه بتلاقي ان الحاجات يعني عرفتيها وفهمتيها اكتر. يعني استاذه اميره، احنا جات لنا رسائل كتير على الصفحه الخاصه بالبرنامج اللي خلانا بقى ندور ونبحث ونفتش كده زي ما بيقولوا علشان نجيب متخصصه في الموضوع ده. جات لنا رسائل كتيره بتقول ان انا بجيب اكسسوارات غاليه جدا، الكوست بتاعها غالي جدا، ولكن للاسف مع البلبس وكل حاجه اللون بيتغير والشكل حقيقي بيتغير، بروح رميها. حقيقي. فانا يعني طب حضرتك يعني الماتيريال بتاع الحاجه الناس فعلا ممكن تتخمم من حاجه لحاجه؟ طبعا طبعا. ازاي بقى؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان الماتيريال للاسف هي دي الحته اللي الناس كتير قوي بتلعب فيها. ممكن يبقى كوليه واحد زي ده. تمام. احنا ده عشان نعمل كوليه، احنا عشان نعمل كوليه زي ده بندور اول حاجه الماتيريال بتاعنا يبقى استانلس، عشان هو ده اللي بيقاوم العرق، بيقاوم البرفيوم، بيقاوم الكريم. فلما يتعمل سلسله زي دي اصلا بتبقى معموله من ستانلس، الاحجار بتاعتك بتكون احجار زيركون واحجار ميكرو. تمام. فبتبقى الحاجه طبعا بتعيش. ممكن نفس الشكل ده بيتعمل ماتيريال اقل، انت ممكن من نفس الموديل بتبعتي اوردر بتقول له انا عايزه اكلفه كذا وعايزه اكلفه نص كذا، نص المبلغ، وعايزه اكلفه ربعه، بيبقى الشكل واحد. على حسب المبلغ ولا على حسب انت طالبه فرض ايه في الحاجه، وعلى حسب انت طالبه الماتيريال بتاعتك تكون. تمام. ايه يعني ممكن نفس الشكل بس انت طالباه خام اقل. فما تظلميش الشكل بالخامه. فاهماني؟ بيبقى نفس الشكل بس تلاقيه على مراحل، يعني ده نفس الشكل وكل حاجه. انا في موديلات عندي، في موديلات عندي بيبقى نفس الموديل بس معمول بثلاث تصنيفات، معمول كواليتي ماتيريال عالي جدا، ومعمول ماتيريال متوسط، ومعمول رديء جدا. فبالتالي في ناس يعني للاسف ما عندهاش ضمير، بتبيع الرخيص بسعر الغالي، فبتظلم الغالي معاها. طب يا استاذه اميره، بنات كتير بتحتار البس ايه في المناسبه دي، يعني مثلا لو خطوبه او عيد ميلاد. طبعا كل مناسبه ليها لبسها. يعني انا عندي في قطقم زفاف، عندي حاجات زي دي بتمشي، قطقم زفاف لذيذه جدا. جميلة. وفي ناس كتيره جدا خدتها مني. مش اللي هو حاجه، مش اللي هو الاوفر. في ناس فعلا خدتها مني قطقم زفاف. معظم البنات دلوقتي بقت تروح للسيلفر في الزفاف.
لان السيلفر بيبقى ماشي قوي قوي مع أكيد. مع المناسبات وكده. اعياد ميلاد بقى بيبقى عندنا انسيالات خفيفه، عندنا سناسل زي دي، حاجات خفيفه زي كده. طبعا كل لبس بيبقى ليه طبيعه الاكسسوارز بتاعه، واكيد النهار يعني بيحتاج طبعا الليل طبعا اكيد اكيد اكيد. بس دلوقتي هو الاكسسوارات هي اللي ماشيه دلوقتي، ما فيش حد يروح يعني يشتري مثلا خلاص بقى يعني الذهب ولا حاجه فعلاً. دي يقول لك لا انا يعني هي بتقضي الغرض، هي بقت بديل اقتصادي، بديل اقتصادي حلو جدا للذهب طبعا بعد ارتفاع الاسعار جداً. فهي بقت بديل اقتصادي دلوقتي. انت لو هتجيبي حاجه ذهب يعني مش هتشتري كل يوم حاجه ذهب، بتقعد معاكي سنين فطبيعي هتملي من الشكل. لكن الاكسسوارات انت بتقدري النهارده لبست الانسيال ده، بكره هتغيري براحتك يعني، برده سعرها بيبقى في المتناول فبتنفع معانا كلنا، فهي بقت بديل حلو جدا لكل البنات. تمام تمام. هو في حد حضرتك بيساعدك ولا بتشتغل لوحدك؟ لا طبعا معايا ناس في الادمن في البيج عندي بيردوا على الرسائل وشركات شحن والحمد لله. شغلك في المحافظه ولا لا احنا جميع المحافظات بنغطي جميع المحافظات. يعني اي محافظه؟ اي محافظه. الاوردر بتعمليه على رسائل الصفحه وبيوصل لك لحد باب البيت. وطبعا عندنا كمان حاجه احنا بنتاحها لاي عميل، ان لو الاوردر ما وصلكيش الصوره اللي انت شايفاها بتقدري ترجعيه، ما فيش اي مشكله. يعني بيشوف الاوردر قبل ما العميل طبعا طبعا من حق حضرتك طبعا انك تشوفي الاوردر بتاعك. في ناس تقول لك لا ما لا طبعا ممنوع، ده كتير جدا. لا دي ناس كتير اشتكت من الموضوع دي ده. الحمد لله حاجه من الحاجات اللي منجحانا في البيج عندنا، ان الاوردر بتشوفيه اصلي. في ناس كتيره الصوره مش بتبقى مبينه لها حقيقه الحاجه، فبيبقى بيوصل لك الاوردر لحد باب البيت عندك وبتقيسيه وبتشوفيه مناسب على ايدك على الكوليه على رقبتك. كمان بتسمحي بالموضوع ده؟ الموضوع ده يقول لك ابدا مستحيل، لان انا عارفه الماتيريال بتاعتي. انا اخاف واقول لك ما فيش حد يشوف حاجه لو انا خايفه من الماتيريال بتاعتي. لكن انا الماتيريال الحمد لله ما وصلناش ابدا لاي مره ان حد بيرجع الاوردر بعد ما بيشوفه من انبهاره بالماتيريال. الحمد لله. لا وغير كده حضرتك جايبه الشغل يعني على الطبيعه يعني انت مش خايفه من موضوع. لا وعايزه اقول لك دي بتحصل كمان معانا في رسائل الصفحه، ان مش لسه هكلمك على رسائل الصفحه ديت، ان دي فعلا لما الاعداد عندنا والكنترول دخلوا على الصفحه فعلا. لقوا رسائل كتيره شكر ومتشكرين يا استاذه اميره. الحمد لله. فطبعا الرسائل دي مش مفبركه ولا اي حاجه. لا طبعا بعتي الناس بتتكلم عادي بطبيعتها. لا وكمان معايا حضرتك عميله بتتصلي عايزه اوردر، ما فيش اي حد بيرد عليكي الادمن غير ما انا مديه السيستم ده المفروض لازم يمشي. ما ينفعش تطلبي دي صوره، لازم تتصور لك على الطبيعه. ما ينفعش تطلبي الانسيال ده صوره، انا رافضه موضوع الصور. انت بتطلبيه بس عشان تعرفيني شكل الحاجه اللي انت عايزاها، لكن بتوصل لك على الطبيعه لازم تشوفيها حتى يحصل اطمئنان. تمام فهماني؟ فبالتالي الحمد لله بنتلاشى موضوع ارتجاع الاوردر. طب الاوردر حضرتك بيوصل في خلال قد ايه؟ سواء بره مصر او 3 ايام من تاجيل من تاكيد الاوردر. بتجيبي حاجات من بره مصر مستورده؟ اكيد طبعا، في حاجات بتتعمل لنا سبيشال اوردر. موجود عندك هنا ولا؟ طبعا في حاجات كتيره معموله لنا احنا، ده شغل هاند ميد. تمام. معانا كمان شغل هنا هاند ميد برده، دي احجار. كان في حاجات تانيه بيبقى معاكي كتالوجات في اميره مثلا؟ بتبقى مش كتالوجات، بتبقى معظمها صور. بتبقى معظمها. طب احنا معانا اتصال نقول للاستاذه هبه. الو الو استاذه هبه. هدى ولا هدى؟ هدى. انا اسفه يا جماعه. الو ايوه اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا فندم. ازيك يا استاذه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. معاكي اسرار الحياه استاذه اميره منورانا. هي منوره الدنيا بحالها بصراحه. ميرسي. ربنا يخليكي. ميرسي. كلمينا بقى. اتفضلي كلمينا عن الشغل بتاع استاذه اميره. لا والله بصراحه احنا جربنا شغلها، انا عارفه استاذه اميره فوق السنتين. جميل. طب ايه رايك في شغلها؟ بصراحه فوق الممتاز، وهي ذوق جدا في معاملتها قوي. ربنا يخليكي. انا عايزه اقول يعني لحضرتك لما في حاجات بتجيني وساعات ما تعجبنيش ارجعها بكل ذوق بتبعت لي اللي انا عايزاه. ميرسي. ربنا يخليك. انا عايزه اقول لك الحاجه لما اتحطت على الترابيزه، يعني مش عايزه اقول لك بقى الاعداد والكنترول عملوا ايه، يعني كل عايز بقى ياخد ويقول لا 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 ده احنا كمان هنحول لك كاش. لا والله حاجتها بجد بجد ممتازه. ميرسي. ربنا يخليكي. يعني جربت الحاجه حضرتك؟ الو الو جربتي حضرتك الحاجه بتاعتها ولا ايه؟
ده انا بقالي سنتين بجربها، يعني سنتين. انا من هواة الاكسسوارات، جميل جدا. حاجتها ممتازة جدا طب واحنا كمان نوعدك هنجربها. اكيد لازم. تشرفنا بحضرتك يا فندم. خلينا نرجع بقى تاني عن فضل. التشجيع، اكيد كل واحد في حد بيشجعه عشان يطلع شغل جميل زي كده. طبعا طبعا، واكيد أكيد. ما بداتش بتوسع كده، لا لا، لقيتي حد يشجعك جدا يعني. انا بدات في تيستات حاجات خفيفه جدا، فالحمد لله لقيت استحسان كل اللي بيشوفها، وكل اللي كان بيشوف حاجتي انا قصدي يعني كملي. في بدايتك مين اللي قال لك اشتغلي؟ لا اشتغلي، هنقف معاكي. اكيد اصحابي وماما، ويعني دول الدايره القريبه ليا يعني. واكيد جوز حضرتك طبعا. اكيد لازم لازم على حقك. اكيد صح. لحقتها لحقتي. بس برضه يا استاذه اميره، يعني في كل مشروع مش تبقى الحياه حلوه كده وايجابيات، لازم يبقى فيه مشاكل وفي حاجات سلبيه. انتقادات برضه، هي لا شغلها مش حلو، لا ده هي شايفه. اكيد ما فيش حد بيرضى، الاعداء كتير طبعا. ما فيش حد ابدا بيرضي جميع الاذواق دي، استحاله تلاقيها. في ناس اكيد مش بتحب الشغل ده، في ناس بتحبه، فزي ما بنلاقي سلبي بنلاقي موجب يعني. الحمد لله الحمد لله. بس طبعا الايجابي اكتر اكيد. اكيد الايجابي اكيد بيبقى كتير. الحمد لله الحمد لله، هو ده اللي مخلينا مكملين. الحمد لله هتكملي اكتر. التواصل مع حضرتك على اكيد على الصفحه، على رسائل الصفحه. جميل جميل جدا. في اوردرات مثلا بتجيلك من محافظات؟ كتير كتير. احنا انا عايزه اقول لك احنا بنغطي محافظات ممكن يعني بما يعادل القاهره او اكتر كمان. لان معظم الحاجات دي بتبقى مش مغطيها قوي المحافظات. فالحمد لله احنا بنغطي محافظات كتيره جدا. جميل الحمد لله. طب تنصحي ايه البنات يعني ازاي تلبس ايه في المناسبه دي؟ يعني اقول لك حاجه، هو كل مناسبه وكل وقت بيبقى ليه الحاجه بتاعته. برضو عايزه انصح البنت يعني ما ينفعش اروح جامعه بكلية كبير بحاجه زي كده، دايما اروح بالحاجات السيمبل. عندي مناسبه اخد لها حاجه ملفته، عندي خروجه عادي بيني وبين صحابي بتبقى حاجه برضو عاديه يعني. كل لفيته والله، انا لفيته على فكره. لفيته والله في بدايه الحلقه. يا جماعه لا يعني كل خروجه بيبقى ليها حاجتها. الشغل جميل. وبعدين دلوقتي احنا بقى موضوع السيت كامل اللي هو تلبسي اسوره مع انسيال مع حاجه ثانيه، اسوره ثانيه بيبقى شكل المجاميع دي تبقى حلوه قوي. طبعا. وبعدين ما تمشيش على نمط واحد، انت النهارده بتاخدي انسيال مع اسوره معينه مع حاجه ثانيه بتظبطي طقم كله، وممكن من ثلاث قطع تعمليهم كذا شكل. لا وانا انا شفت كمان في الصور بتاعت البيجي كان في الطقم ده بالذات كان في ممثله كانت لابسه بس بدون ذكر اسماء. بالظبط. فيا استاذه ايه بالظبط تبقى الحمد لله احنا ناس برضو يعني ناس مشهوره بتاخد مننا شغل. الماتيريال كويسه مش اي حاجه وخلاص. احنا كمان الشغل بتاعنا بيتطلب في معارض وبيتطلب بننزل اماكن كتيره. نزلتي يا استاذه؟ بننزل معارض الحمد لله كذا كذا مكان وكده، فالحمد لله بنلاقي يعني استحسان. شغل حضرتك دخل في معارض؟ طبعا. طب كسبتي ولا؟ طبعا ما فيش حاجه يعني، لو ما فيش مكسب من الحاجه ديت في ربح فيها مش هتحب ان انت تكملي فيها اكيد، لان انت بيبقى معاكي ناس برضو مسؤوله منك يعني. ابتديتي؟ طب معلش انا برضو عايزه اسال يعني، ما شاء الله شغلك جميل جدا. ابتديتي امتى؟ انا بدات بقالي 3 سنين. بقالي 3 سنين في الموضوع. طب احنا معانا مداخله، معلش اقطعك مره ثانيه. اتفضلي. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي يا استاذتي. والله انا شفت مدام اميره على التلفزيون فقلت اديها حقها صراحه في اللي هي عاملاه معانا يعني. مع حضرتك اكيد. ميرسي، ربنا يخليكي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. والله بجد انا قلت انا عايزه اديها حقها مهما اديها حقها الصراحه، بجد شغلها ممتاز جدا جدا جدا. ميرسي، ربنا يخليكي. مدام اميره اصلا شخصيه محترمه جدا ولذيذه في التعامل قوي قوي قوي، ولينه جدا. مصداقيه. عايزين المصداقيه. لا هي دي المصداقيه بتاعتك بصراحه، هي دي اللي بتصحى تتكلم اساسا. ميرسي، ربنا يخليك. جربتي الحاجه يا استاذه؟ انا جربت. انا عندي اتيليه اصلا باخد منها الاكسسوارز بتاعتي. تمام. من الاتيليه باخد منها حاجتي اللي بتليق اصلا يعني. هي فعلا بتعمل كده. الحمد لله الحمد لله. دي شهاده كبيره. دي شهاده كبيره يعني. كتير على فكره اللي تلاقي عنده نفس الاستثمار نفس الماتيريال اللي عندها بنفس الحاجات اللي عندها. يعني حضرتك مش اي حاجه بشوفها بتجي زي ما هي، ما بتجيش مختلفه؟ لا لا على فكره حاجتها بجد يعني ومصداقيه. انا اللي اختاره هيجي لي زي ما هو اكيد.
مش اللي هتقعد معايا مثلا يومين ثلاثه او شهر شهرين، حاجتها بجد بتقعد فترات طويله جدا، حاجتها ممتازه. الحمد لله. بقى الحاجات العاديه دي الحمد لله. تمام. ميرسي يا حوتي. أستاذة أميرة، أنت من كلام حضرتك ما بيهمكيش الناحية المادية أكتر من المصداقية. الناحية المادية دي بتركنيها على جنب، أهم حاجة إرضاء العميل. هو صح؟ أنا أقول لك هي دي الفخ اللي بيقع فيه ناس كتير. اللي يدور على الناحية المادية ويرضي ويعني يقول أهم حاجة الربح اللي جاي لي من الحاجة. ده بيبقى فخ. ده بيبقى فخ. أول حاجة أنت بتفرحي بالربح اللي جاي في الموضوع الوقتي، لكن كالمدار السنين اللي جاية مش هتعملي اسم، مش هتعملي ناس ترجع لك تاني، مش هيبقى عندك عميل ثابت. موضوع العميل الثابت بيفرق جدا، بيفرق في اسمك، بيفرق في إن أنت يبقى ليكي اسم في المجال. فلو بصيت للناحية المادية دي أول حاجة هتوقعني. كنت بسأل قبل الاتصال، حضرتك ابتديتي من كام سنة؟ من 3 سنين. بدأ الموضوع من 3 سنين بس فترة كمان قصيرة على اللي هي حققته ده، بس الحمد لله بفضل ربنا يعني. الحمد لله. من صغرك في الهواية دي؟ طبعا انا من صغري بحب الاكسسوارات جدا، بس ما كنتش متخيله ان انا هتعامل واشتغل فيها، يعني ما تخيلتهاش. جت كده بقى لوحدها، بدات يعني الموضوع، لا بدات احبه، بدات عايزاه كتير، بدات خلاص فهمت فيه وعرفت ايه الخامات. فمن هنا بقى جه ان انا فكرت لا لازم يبقى ليا بيزنس فيه. الحمد لله. طبعا حضرتك كانت متزوجه والحمد لله معاكي 3 بنوتات. طيب بتقدري بقى تواظبي ما بين شغلك على البيج وشغلك كأم بقى وولية أم؟ طبعا كل حاجة بيبقى ليها وقتها وليها حقها. فطبعا ده لازم يحصل، يعني ده الفخ بقى اللي بيقع فيه أي أكيد سيدة أعمال. أكيد بتهتم بشغلها، استوب بقى تسيب الأولاد وكده. لا لا لا، ما أنا برضو في ناس بتساعدني في الشغل، فهو ده نفعني جدا برضو. أني أنا مش لوحدي، لأن أنا مش هعرف أعمل كل ده لوحدي. ففي ناس معايا في الشغل، والحمد لله قادرة أواظب بين الشغل والبيت. الحمد لله. دايما من نجاح لنجاح. أكيد يا هند برضو بتيجي من فريق، طالما الفريق حابب الموضوع، اكيد. واهم حاجه هم عايزين يحققوا النجاح. اكيد. لا، ومعامله استاذه اميره تلاقيها كويسه. ميرسي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي بجد. برضو استاذه اميره، عاوزين ندي المصداقيه اكتر للعميل اللي هيجي له الحاجه مره تانية، يقولوا له ان الحاجه بتفتح والحاجه بتشتغل. احنا اولا بنشتغل في ماتيريال معين، احنا بنشتغل في ستانلس اعلى عيار، عيار 316. في الستانلس نفسه في كذا عيار. احنا بنشتغل في اعلى حاجه، بتعرفي من اللمعه، بتعرفي من الملمس، انت بتلمسي الحاجه بتحسي بالنعومه بتاعتها، نعومه التلا بتاعها، وبتبقى مطليه، وبتبقى دايما الستانلس الايطالي. فده بيبقى اعلى حاجه. فده اصلا معمول مخصص ان هو يبقى معالج ضد العرق، ضد البرفيوم. ما بيغيرش بسرعه؟ لا ما بيغيرش. في حاله انك لو عرضتي لي برفيوم مباشر مش هيفتح، يعني مش هتلاقي اللون، طبقه التلا راحت، البدل اللمعه العاليه هيطفي. هي دي الحاله الوحيده اللي هيغير فيها. لكن الشكل هو مش بيتغير. الشكل هو مش هتلاقي ابدا اي حاجه ابيضت ابدا. هما فعلا لما بنيجي بنشتري اي اكسسوار يقولوا ابعدوا عن الميه، ابعدوا عن البرفيوم، لان برضو ده مش ذهب. انا عايز اقول لك ان حتى الذهب الحاجات دي بتاثر في لمعته. اكيد. فبتتلي بالتالي بتحتاجي تتليه كل شويه، تلمعيه كل شويه الذهب. ف احسن حاجه الحفاظ. واحسن حاجه برضو حاجه تانية، ان يكون عندك العلبه الخاصه الاكسسوارات بتاعتك، لما بتخلصي بتحتفظي بيها وتقفليها، لان الحاجات دي بعد الاستخدام مش محبب ان انت تعرضيها لهواء. فلازم يبقى ليكي العلبه بتاعتك. وبرده كل ما هتعاملي الحاجه كويس كل ما تاخدي منها عمر طويل. اي علبه ولا لازم تكون مثلا علبه حديده، علبه لا لا لا، اي علبه عادي خالص. اي علبه درج تسريحتك، علبه السكر، اي حاجه من مره اي حاجه. بس لا شغلها جميل جدا. لا جميله. طب ايه اللي تقدري تستورديه من بره؟ يعني احنا معظم حاجات كتيره جدا بنعملها، حاجات كتيره من الاساور كده بتتعمل لنا سبيشيالات، سبيشيال اوردر لينا احنا. ففي حاجات كتيره بنستوردها الحمد لله بتبقى لينا احنا، وفي ديزاينات معينه احنا اللي بنختارها عشان تتعمل لنا. قررت تفتحي فرع او شركه؟ هي الخطوه دي موجوده بس مؤجله حاليا. طب ليه بس 3 سنين مؤجلة يعني؟ بس ان شاء الله ان شاء الله، يعني هتبقى مفاجأة ان شاء الله الايام الجاية. بنفكر في الخطوة بس مستنيين تبقى حاجة تليق ان شاء الله بالناس. ان شاء الله. على فكرة مش اي بيجي اسرار الحياة بيختاروا، ولا الكنترول بيختاروا، هو فعلا لازم يكون البيج فيه مصداقية. ربنا يخليكي. والله ده الشرف ليا انا ان اتعرفت بحضرتك والله. طب احنا عايزين برضو نصايح يا استاذة آية، يعني تنصح ازاي البنات لما تروح تشتري حاجه؟
اهو اهم حاجه الحاجه بصي على مش هيعرفوا الاستانلس برضو الاستخدام يعني الاستخدام بيبقى صعب اللي هي بتحط ايديها في الميه بترش عرق كتير برفان كتير بصي انا مش بحب اقول يعني عادي اتعاملي انا بتعامل عادي ما بيحصلش حاجه بس انا بخاف ان ممكن كلمه اقولها عادي تتعامل عادي زياده فتتعامل عادي زياده لا هو عايز يتعاملي الحاجه خليها طبيعيه جدا بس ساعه وضوء ساعه هتغسلي ايدك او حاجه الدبله اللي هيحطيها بيكسله يعني بصراحه بيكسله عادي ممكن مع الاستانلس ما بيحصلش حاجه للاستخدام الميه معاها الاحجار او الحاجات دي ما بيحصلش حاجه بالنسبه ان انت تعرفي ازاي الماتيريال بيبقى من التقل بيبقى من اللمعه بتاعته اللمعه بتبقى واضحه جدا على فكره بتاعت الاستانلس ولون الشكل ونفس الجوده مختلف. لا هتلاقي اختلاف وعارفه دايما هتلاقي انا عاوز اعرف برضو الاختلاف في ايه بصي هاتي اسوره من دول هتلاقي بطن الاسوره مش وشها هتلاقي اللمعه بتاعه بطن الاسوره زي اللي وش الاسوره فهماني فدي بتبين لك ان الماتيريال بتاعك عالي اتفضلي انا يعني مش عارفه اوصلها لك ازاي بس تمام هتوصل ما فيش بصي فاضل لنا حاجه بسيطه بصي التلا التلا بتاعها داخلي من جوه بيبقى ما بيبقاش كده نفس بره نفس بره التاني بتلاقيه من جوه اغمق فبتعرفي ان العيار قليل تمام يا استاذه اميره طبعا اتشرفنا بيكي ومش عارفه ايه بجد الحلقه جميله والوقت جري ربنا يخليكي التواصل بقى بسرعه كده على بيج اكسسوارز ميرو والارقام الموجوده على البيج ان شاء الله يا حبيبتي على رسائل الصفحه يعني مش عارفه اقول لك ايه والله انا والله مبسوطه مزيد من التفوق ومزيد من الظهور في قنوات ان شاء الله جميله ان شاء الله كده طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه هو في ايه